الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلق الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سنتكلم في هذا اللقاء بإذن رب الأرض والسماوات عن علاج المعقود عن زوجته والرباط، ورباط المرأة ورباط الرجل، وكيف يحدث الرباط، وكيف يفعل ذلك الجني في الرجل أو المرأة. سنتعرف على كل هذا بإذن الله تبارك وتعالى في هذا اللقاء. الرباط هو أن يعجز الرجل المستوي، الرجل السليم الصحيح غير المريض، عن إتيان زوجته. وإذا أردنا أن نعرف كيف يحدث الرباط، العقدة، لابد من معرفة كيفية الانتصاب أولا عند الرجل. فسيولوجية العملية الجنسية عند الرجل، من المعلوم أن قضيب الرجل أكرمكم الله قطعة من لحم مطاطي إذا ضخ فيه الدم انتصب، وإذا رجع الدم ارتخى. وعملية الانتصاب تمر بمراحل ثلاثة: واحد، عند حدوث الإثارة الجنسية للرجل تقوم الخصية بإفراز هرمونات تصبها في الدم حتى يصل الهرمونات إلى الجلد الرأس ويشحن الجسم بما يشبه التيار الكهربائي. 2، تصل الإثارة الجنسية إلى المركز المختص بذلك في المخ. 3، فيقوم مركز الإثارة الجنسية في المخ بإرسال إشارات سريعة إلى مركز الأعصاب التناسلية في العمود الفقري الصلب. عند ذلك ينفتح صمام كان مغلقا، فتسيل الدماء متدفقة في الأعضاء التناسلية متجهة إلى قضيب وتصب فيه الدماء فينتصب. هذه هي عملية الانتصاب أولا عند الرجل. يحدث الرباط عند الرجل، كيف يحدث الرباط عند الرجل؟ يتمركز الشيطان الساحر في مخ الرجل، بالتحديد في مركز الإثارة الجنسية الذي يرسل الإشارات إلى الأعضاء التناسلية، ثم يترك الأعضاء التناسلية تعمل طبيعية. فإذا اقترب الإنسان من زوجته وأراد منها المعاشرة الجنسية، عطل الشيطان مركز الإثارة الجنسية في المخ، فتتوقف الإشارات المرسلة إلى الأجهزة التي تضخ الدم في القضيب كي ينتصب. عند ذلك يتراجع الدم سريعا عن القضيب، فيرتخي القضيب وينكمش. ولذلك تجد الرجل طبيعيا عندما يداعب زوجته أو يباشرها، فإذا اقترب منها انكمش، فلا يستطيع أن يأتي حليلته زوجته، لأن الانتصاب عامل رئيسي لإتمام العملية الجنسية كما هو معلوم. وأحيانا تجد الرجل متزوجا بامرأتين وهو مربوط عن واحدة دون الأخرى، لأن شيطان الساحر يعطل مركز الإثارة الجنسية إذا اقترب منها، لأنه مكلف بربطه عنها فقط. لأنه مكلف بربط عن امرأة دون الأخرى. رباط المرأة، وكما يحدث للرجل رباط عن زوجته، كذلك يحدث للمرأة رباطا عن زوجها. ورباط المرأة أربع أنواع. رباط المرأة أربع أنواع، مش زي رباط الرجل. رباط المنع، وهو أن تحول المرأة منع زوجها من إتيانها، وذلك بأن تلصق فخذيها بعضهما ببعض بحيث لا يستطيع الرجل أن يأتيها، ويكون ذلك خارجا عن إرادة المرأة. حتى إن أحد الشباب الذي أصيبت زوجته بهذا النوع من السحر كان يعاتبها، فتقول له إن هذا خارج عن إرادتي، بل قالت له: ضع في رجلي قيدا من حديد قبل بدء العملية لكي لا تلتصق بعضهما، وفعل ذلك ولكن العملية لم تنجح. فأشارت عليه زوجته بأن يعطيها حقنة مخدرة عندما يريد أن يأتيها، ونجحت العملية في هذه المرة ولكن من جانب واحد فقط. 2، رباط التبليد، وهو أن يتمركز الجني الموكل بالسحر في مركز الإحساس في مخ المرأة، فإذا أراد زوجها أن يأتيها أفقدها الجني الإحساس، فلا تشعر بلذة ولا تستجيب لزوجها، بل تكون أمامه مخدرة الجسد يفعل بها كيف شاء، فلا تفرز الغدد السائل الذي يرطب فرج المرأة أكرمكم الله، فلا تتم العملية الجنسية بنجاح. 3، رباط النزيف،
وهذا من أنواع السحر، وبينا كيفية حدوثه، ولكن هذا النوع يختلف عن سحر النزيف بأمر واحد، وهو أن رباط النزيف يختص بأوقات الجماع، وأما سحر النزيف فلا علاقة له بذلك، بل يستمر أياما. ورباط النزيف هو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته سبب الشيطان له نزيفا شديدا اصطحاضه. وطبعا في حديث نبوي بيقول ركضة من ركضات الشيطان، يعني الاستحاضة ركضة من ركضات الشيطان، فلا يتمكن الرجل من إتيانها حتى قال أحد الرجال إذا نزل أجازه إلى أهله بمجرد وصوله إلى أهله. حتى قال أحد الشباب وهو في العمل بمجرد نزوله إلى أهله إلى زوجته في البيت ينزل على المرأة دم ويستمر مدة الأجازة، الأجازة مثلا 5 أيام 4 أيام يومين، واحد في أيام مقيد بأيام، ماشي، مدة الأجازة 5 أيام أو أكثر أو أقل، فإذا رجع إلى عمله لا يأتيها الدم، مش هيجيها تاني خلاص، بل ينقطع الدم مباشرة بمجرد خروجه من البيت، وهكذا دائما. ده نوع برضه من أنواع الرباط. 4، رباط الانسداد، وهو إذا أراد الرجل أن يأتي زوجته وجد سدا منيعا أمامه من اللحم لا يستطيع أن يخترقه فلا تنجح عملية اللقاء الجنسي. لعلاج الرباط عدة طرق. الطريقة الأولى تقرأ عليه الرقية الشرعية، فإن نطق الجني الموكل بالسحر تسأله عن مكان السحر وتخرج السحر وتبطله وتأمر الجني بالخروج من الجسد، فإن خرج الجني بطل السحر. فإذا قرأت عليها الرقية ولم ينطق الجني تستخدم معه الطرق الأخرى. الطريقة الثانية تقرأ هذه الآيات عدة مرات على ماء ويشرب ويغتسل منه المربوط عدة أيام فيبطل السحر إن شاء الله تعالى، سواء رجل أو امرأة. قال الله تعالى: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، سورة يونس. وطبعا هقول لكم أرقام الآيات دي عشان تكتبوها، 81 و 82. وقال الله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون. سورة الأعراف الآية 117 و 122، عشان اللي عاوز يرجع للآيات يجيبها بسهولة. وقال الله عز وجل: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى، سورة طه الآية 69، عشان تبقى أيسر للي يجمعهم إن شاء الله عز وجل. الطريقة الثالثة تحضر 7 ورقات سدر نبق، ورق هو اسمه كده سدر نبق أخضر، وتدقها دقا جيدا بين حجرين، ثم تضعهما في إناء به ماء، ثم تقرب فك من الإناء وتقلب الأوراق في الماء، وتقرأ آية الكرسي والمعوذات، وآية الكرسي هي في سورة البقرة الآية 255، والمعوذات هي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وآية الكرسي 255 بتبدأ: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى آخر الآية، آية 255 في سورة البقرة. والمعوذات زي ما قلنا: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ثم تأمر المريض بأن يشرب ويغتسل من هذا الماء عدة أيام ولا يزيد عليه ماء آخر ولا يسخنه على النار، فإن شاء أن يسخنه ففي حرارة الشمس، ولا يسكبه في مكان نجس فيبطل السحر ويفك الرباط إن شاء الله تعالى. وربما فك الرباط من أول اغتسال، وهو لو مش وجد ورق النبق فيأخذ ورق من شجر الكافور، يعني في واحد مش هيلاقي ورق النبق اللي هو ورق الصدر ده، يأخذ 7 ورقات من شجر الكافور.
الطريقة الرابعة تقرأ الرقية في أذان المربوط، ثم تقرأ في أذنه أيضا قول الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، سورة الفرقان الآية 23، وتكرر 100 مرة أو أكثر حتى يشعر المريض بتخدير في أطرافه، أطرافه يعني إيديه ورجليه كده كأنها متخدرة. وتكرر هذه الرقية على المريض عدة أيام حتى لا يعود يشعر بشيء، عند ذلك تتيقن بأن السحر قد بطل إن شاء الله تعالى. الطريقة الخامسة، قال الإمام الحافظ في الفتح، أخرج عبد الرازق من طريق الشعبي، قال: لا بأس بالنشر، أخرج عبد الرازق عن طريق الشعبي قال: لا بأس بالنشر، وهي أن يخرج الإنسان في موضع الشجر فيأخذ عن يمينه وشماله من كل من أوراقها، ثم يدقها ويقرأ فيها، ثم يغتسل بها. قلت: يقرأ فيها المعوذات وآية الكرسي. الطريقة السادسة، يجمع المسحور أيام الربيع، أيام الربيع بتاعت السنة، ما قدر عليه من ورد المفازة وورد البستان، ثم يضعها في إناء نظيف ويضع عليه ماء عذب، ثم يغلي ذلك الورد في الماء غليا يسيرا، ثم ينتظر حتى إذا قطر الماء قرأ عليه المعوذات ثم أفاض عليه، فإنه يبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. الطريقة السابعة، تحضير إناء به ماء وتقرأ عليه المعوذات والأدعية الآتية: اللهم رب الناس، اذهب البأس واشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيق، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسد أو عين حاسد، الله يشفيك. وتقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وهذا أيضا من أذكار الصباح والمساء، الدعاء ده اللي يقوله ما شاء الله، ما فيش حاجة هتصيبه، لا جن ولا عفريت ولا حادثة ولا أي حاجة. ودعاء أيضا آخر: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. والدعاء ده أيضا جميل من أدعية الصباح والمساء، والصباح بعد الفجر والمساء بعد العصر أو بعد المغرب، اللي يقول ده 3 مرات لا يصيبه أي شيء بإذن الله عز وجل، في حفظ الله تبارك وتعالى من شياطين الإنس والجن ومن الحوادث ومن كل ما هو مكروه. تقرأ هذه الأدعية على الماء ويشرب ويغتسل منه عدة أيام فيبطل السحر ويفك الرباط بإذن الله تبارك وتعالى. يعني الأدعية دهياني: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات، والدعاء: اللهم رب الناس، اذهب البأس واشف، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، بسم الله أرقيك، والله يشفيك من كل داء يؤذيك، ومن كل نفس أو عين حاسدا الله يشفيك. تقرأ هذه الأدعية على الماء ويشرب ويغتسل منه عدة أيام فيبطل السحر ويفك الرباط بإذن الله تبارك وتعالى. وبإذن الله عز وجل لنا لقاءات أخرى هحاول أتكلم عن هذا الموضوع، لأنه يهم شريحة كثيرة من الناس. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.